يا سادة، طرق الاحتيال والنصب لا تنتهي، فترى أشخاصاً ينتحلون صفات عدة ولو كان ذلك على حساب الفقراء أو اللاجئين بالطبع، أو كما يحصل الآن في الآونة الأخيرة باسم المرضى. وقصتنا تبدأ من هذا المحتال الإسباني الملقب صاحب الألفي ورم ومدعي السرطان. باكو سانز ذو 50 عاماً ادعى إصابته بأورام متعددة في مرحلتها النهائية نتيجة متلازمة كاودل، وبات يظهر بانتظام منذ 7 سنوات على شاشات التلفاز ومواقع التواصل ليناشد في الحصول على التبرعات بدعوى أن المدة المتبقية له من الحياة قد تكون قصيرة، لينهال عليه المتبرعين ومنهم بالطبع المشاهير بالأموال التي فاقت في مجموعها 300,000 دولار أمريكي. لكن بفيديو واحد انهار بناء الاحتيال هذا، والذي سرب وحصلت عليه وسائل إعلام إسبانية، وقد شوهد وهو يمزح مع صديقته وأفراد أسرته حول الأكاذيب التي كان يرويها. يقبض عليه ويحكم لمدة 2 عامين هو وصديقته مع غرامة دفع التعويضات. هذه الحادثة تذكرنا بالشاب المصري محمد قمصان الذي ألف حكاية السرطان لجمع التبرعات والشهرة قبل أن يكشف عن طريق سرقته لوصية مريض سرطان آخر ويقبض عليه. وحزن الأكبر أن هذه الطرق الاحتيالية المتلونة ابتلعت من هم بحاجة حقيقية للمساعدة. ألا توافقونني الرأي؟